إذن نتابع هذا الملف مع ضيفي الكاتب والصحفي السيد أمين ناصر. بداية نرحب بحضرتك سيد أمين ونشكرك على قبولك الدعوة. تحية لك وتحية لكادر وفريق إعدادي هذه النشرة والمشاهدين الكرام، أهلا بك. حياك الله. إذن أستفهم أولا عن تدوينتك حول المجمعات والكشف عن تفاصيلها التي بنيت على أساس أنها مدارس، من ثم أنها بنيت في زيونة والكاظمية، ولكنها كشفت أنها غير لهذه المصلحة، أي مصلحة المدارس. ما هي الدلائل حول هذه التفاصيل في التدوينة؟ كيف شخصت واستحصلت هذه الدلائل سيد أمين؟ على دولة رئيس الوزراء وهيئة النزاهة ولجنة مكافحة الفساد، وأنا قمت بإيصال كل ما لدي للجهات المعنية، لكنني أتوجه من خلال قناتكم إلى دولة رئيس الوزراء في فتح تحقيق جدي في قضية منح أراضي مهمة في بغداد على سبيل الحصر في منطقتي الكاظمية والزيونة إلى شخصيات دينية وحزبية وسياسية لبنانية تحت عنوان بداية في حكومات سابقة، تحت عنوان مبرات أو جمعيات خيرية استثمار، يعني ملف موجود في الأوقاف الشيعية في هيئة الأوقاف الشيعية، وملف آخر موجود في وزارة التربية، طبعا لجهات نافذة من قبل رؤساء سابقين، وتبين فيما بعد أن هذه الاستثمارات لم تحمل هذه العناوين بل هي استثمارات شخصية. بعض هذه المشاريع فشل حتى بعد بنائها، طبعا أتحدث عن مشاريع بمليارات الدولارات. الآن هنالك عملية مساومة ما بين جهات كذلك سياسية مع هذه الجهات اللبنانية لتسوية هذه الأمور بطريقة الكوموشن والسمسرة. عندما نتحدث عن قضية بيع للأراضي العراقية أو لبغداد، يجب علينا إعادة تصحيح هذا المسار بفتح ملف الاستثمارات التي منحت من قبل جهات معينة خارج سياقات الدولة والنظم الإدارية والتنظيمية لبغداد والقانونية، لأنها أراضي مهمة جدا أعطيت لهذا الطرف أو ذاك لتسويات سياسية لترضيات شخصية. طيب، ايضا هنالك اتهام اود يعني ان نناقش فيه، اتهام من قبل السيد باسم خشان اتهم حزب تقدم بالسيطره على ملف اعمار المناطق المحرره، وقال ان هنالك فساد في ملف قطع الاراضي، اي ما يقارب 68 ألف قطعه ارض سكنيه تم التلاعب فيها وبيعها بطرق غير شرعيه. هذه المعالجات والتحقيقات الجديه هل يجب ان تؤخذ تحت قانون؟ من اين لك هذا سيد امين ام ماذا؟ نعم نعم، بكل تأكيد، وكذلك هنالك قرابة يعني تصور الأرقام مخيفة، قرابة 19 ألف وحدة سكنية تم بيعها من قبل شخصية سياسية نافذة إلى أشخاص يعني محدودي دخل، وبالتالي تبين أن هذه البنايات والمجمعات هي عبارة عن وهم. نفس فضيحة الأراضي في منطقة الرمادي التي تم كشف يعني اللثام عنها قبل أسبوعين أو ثلاثة، هنالك عملية سرقة للعراق مرتين، مرة بالهيئات الاقتصادية والوزارات، ومرة أخرى بسرقة الأراضي وبيعها من قبل هذه الأطراف، فكأنه المحافظات والأرض العراقية هي ملك مشاع لآبائهم وأحزابهم ودكاكينهم ومحاصصتهم. يجب ضبط هذا الإيقاع من قبل القائد عام القوات المسلحة وكذلك دولة رئيس الوزراء، يعني حتى لو استخدم القوة في إعادة هيبة الدولة وفرض سلطتها على جميع كل هذه الأرض التي انتزعت من قبل البلديات، من قبل المحافظات، انتزعت من جهات سياسية وحزبية من شمال العراق وحتى جنوبه. طيب، غياب التنسيق ما بين ربما يعني هيئة الاستثمار وأيضا وزارة التخطيط والإسكان والإعمار، هل هو ربما ما يسبب هذه التضخم في أسعار العقارات التي بدأت تنافس عواصم أوروبية؟ وأيضا هل يمكن أن نقول عنه أنه أدى إلى غسيل أموال مرتبط ارتباط وثيق بملف العقارات في العراق؟
طبعا ارتباط ارتفاع ملف العقارات في لبنان سببه ما حدث من انهيارات مالية في بعض عواصم الدول في المنطقة. يعني بعض الأموال كانت تهرب إلى لبنان لشراء يعني العقارات، أو كانت الأموال تودع في المصارف اللبنانية. بعد ما تبخرت هذه المصارف الأموال في المصارف اللبنانية للطبقة السياسية أو للذين يعملون على الكوموشين وعلى يعني على الابتزاز وعلى السمسرة، تم تحويل هذه المبالغ في الداخل العراقي إلى شراء عقارات. طبعا منطقة المنصورة إذا تحدثنا عن بغداد ومنطقة الكرخ ارتفع بها سعر المتر بسبب نور زهير، واللي صار من شراء لبنايات وشوارع مثل ما هي بالشوارع معروفة، واللي يشتغلون بالعقارات يعرفون عن ماذا أتحدث. المشكلة الثانية أن الجهات السياسية تعتقد، أنا لا أعمم، لكن بعض النافذين والمتسلطين لديهم نعم سيد أمين المحافظة وعلى أمانة العاصمة، وكل واحد يأخذ الجهة، ولهذا بغداد مقسم. نعم أعتذر على مقاطعتك لأن فقدنا الصوت فقاطعتك، تفضل استرسل بحديث. ولهذا بغداد مقسمة إلى يعني إلى مربعات، يعني هذا المربع لهذا الحزب وهذا المربع لتلك، حتى دجلة يعني في فترة من الفترات حاول البعض يعني السطو عليها وتشويها والاستحاذ عليها. المشاريع الاستثمارية المطلة على دجلة ما أرد أسمي كلها تابعة لجهات نافذة ولها علاقة قرب وصداقة أو علاقة دفع تحت الطاولة بهذا الطرف السياسي أو ذاك على رئيس الوزراء محمد شاه السوداني. يعني هذا يرجع مال الدولة العراقية لخزينة الدولة العراقية، تعالوا أنتم منيلكم، وبعدين أكو مشاريع تم بناء مشاريع عملاقة مخيفة بالعراق تحت عنوان القروض الميسرة من قبل هذا المصرف أو ذاك، كذلك بألو من الطرف السياسي والزعيم الحزبي والجهة الفلانية. هذا الملف ملف الأراضي والعقارات والاستثمارات للعراقيين والأجانب يجب إعادة النظر به، لأنه العراق الآن من باع تفصيخ، يعني الأراضي العراق والاستثمار والعقارات تفصيخ. طيب سيد أمين، أود استثمار الحديث معك بخصوص ما يحدث الآن من هذه من خلق هذه المجمعات السكنية بهذه المبالغ الزهيدة والباهظة جدا. كيف من الممكن أن يكون هنالك لمتوسطي الدخل سكن في هذه المجمعات؟ ما هي الحلول لمتوسطي الدخل بهذه الحالة المأساوية؟ أولا الرئيس محمد شاه السوداني أنا أعتقد أنه جاد، بل موقن أنه جاد، لا سيما أنه يجتمع خلال 10 أيام مرتين أو ثلاثة لغرض إنشاء مدينة الصدر الجديدة. هنالك اهتمام كبير في الموازنة المقبلة في محافظات الفرات الأوسط والجنوب. هنالك جدول لربما اطلعتم عليه واطلع عليه الجميع فيما يتعلق بإعادة بناء مدن جديدة في محافظات الفرات الأوسط والجنوب. يعني الحكومات السابقة كانت تحاول أن تعمل ببروغاندا معينة أنه راح نوزع أراضي، كل الرؤساء كانوا يقولون أراضي، هذه طريقة عشوائية، هذه لا تقدم حلول معينة للمواطنين، لا سيما الذين لا يملكون شبرا في العراق. يعني أنت تنطي أرض وبعدين، لا، الحل الأساسي هو ببناء مدن جديدة عصرية وإعادة تأهيل هذه المدن وإنشائها مثل ما حدث في مصر، قاهرة جديدة الآن في مصر. نعم. مثل ما يحدث في الخليج، في الإمارات، في السعودية، في دول الجوار، في تركيا، بناء مطارات جديدة. عندما نتحدث عن الوحدات السكنية لا حل للعراق إلا إعادة بناء مدن جديدة ونقل. طيب. يعني وخطة عمرانية جديدة أيضا بها أكثر من 4 مليون ما زالوا مكتظين. نعم. صاروا يقسمون البيت بيتين وثلاثة وأربعة وهكذا. فعلا في إطار العشوائيات هذا كله. سيد أمين ناصر الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لجنابكم الكريم على هذه الإيضاحات والتفاصيل المهمة التي أطلعتونا بها، شكرا جزيلا.